كيفتك رايح جاي تصور؟ كثير حلو التنور. اهلا وسهلا. يا ريت عنا منه ببيروت. ما صار شيء، رح حلطون التنور ولا هنيك بس الشغل احسن من هون كمان. ماشي حالك ببيروت؟ صار هالطول ما ياكلون، طب لك لا نصور. قديش بدهم وقت تقريبا على النار؟ حسب ما يستوى. حلو. كانت قوية ما يطول، كانت رايقة. عبيتيها كلها؟ لا بيروت. بيروتي؟ جاية من بيروت تأكل خبزاتكم. أهلا وسهلا. حطوا لهم مي ليه؟ وش يا بزاف عليها نتفة طحينة الهاي على المي بينزل سبت لما يلا بسرعة طلعوا على الصريخ توني بخاف على مصلحته راسه على بياته يعني الشغل أول شيء هيك شغلة مش شايفها بحياتها طب اجمع تحت حطوا له فطر بالبيتزا